رودريجو هيطبع رودريجو ويسدد رودريجو جول ويسجل وجول امامنا هنا اهو يسجل رودريجو سجل في مرمى الانتر هدفه الوحيد هذا الموسم العام الماضي كان سجل هاتريك في جالاتا سراي وسجل في بيلباو وقادش وفي ساراكوستا في اطار الكاس البرازيلي امامنا هو رودريجو اللي توغل وايه طريقك اخضر طريقه اخضر عدى وفات ومرر طبعا الكره يعني بذكاء الى داخل المرمى من خلال تنزيلته اللي فاتت امامنا ادي التحرك امامنا اهو شوف مارفن هو اللي لمس ادي مارفن يمرر كره الى رودريجو اللي انطلق وبيسجل في الدقيقه الاولى من وقت بدل الضائع لان دفاع غرناطه الاضعف في الليغا الاسبانيه اللي يعني سجل في مرمى حتى الان وصولا بهذا الهدف وصلوا الى 59 هدف في مرمى فريق غرناطه ادي امامنا هنا رودريجو امامنا رودريجو سيلفا الاعصار البرازيلي الجديد ابن نادي سانتوس في حين فينيسيوس ابن نادي فلامينغو تلاقت رودريجو